هلأ فيدات بالفيديو هداك مو قال انه هو مريض؟ وقال هالمرض ما بيأثر على الرجال بيكون نائل بس؟ بلا، انا عملت بحث واسع بهالوراق، في كل شي عن فيدات واللي بيخص حالته الصحية. وشو مكتوب بهالوراق؟ انت بتعرف فيدات منيح، بتعرفه اكتر مني وبتعرف شخصيته كمان. فيدات كان شخص بيحب حاله كتير، ولو في عنده هيك حالة مرضية برأيك ما كان راح لعند دكتور لحتى يتعالج؟ بلا بيروح، كان قضاها علاج وأدوية، مو المفروض كان يعمل هيك؟ بس اللي اكتشفته انه فيدات ما كان معه هيك مرض أبدا. قصدك تقول هو ما كان مريض؟ هاد مو حكي أنا، هيك بيّن، هذا الواقع. لنفترض نفس مو هاممته حالتها، وهالحكي مستحيل. صح هو مجنون بس كان يحبها كتير، بس لنفترض انه ما كان همه يعالجها، على القليلة كان تعالج هو من هذا المرض. وكيف وصلت لهي المعلومات؟ من سجلات الضمان الاجتماعي، والشباب راحوا لعند الدكتور الشخصي واخذوا منه كل المعلومات وصاروا عندك. انت برايك عم يكذب؟ برايي لازم تنبسط مع مرتك وابنك. سؤال، سمعان شي بقصه النبوءه اللي تحققت وما لها موجوده؟ لا مو سمعانه. هاد كان في رجال وكان بيامن بالنبوءات والسحر، وراح مرة لعند بصارة، قالت له البصارة بعد 3 شهور رح تكون ميت، وهالرجال صدق كلامه وآمن فيه لدرجة انه مات بعد 3 شهور فعلا. وهيك نبوءة البصارة تحققت مع انها مانا مزبوطة. يعني قول لولد ما فيك تسوق هاي البسكليتة، وضل عدلوا ياها للجملة رح تلاقي الولد ما عاد قرب على البسكليتة ابدا مرة تانية. برأيي هذا اللي عمله فيدات، وما حدا بيعرف اللي جاي. اسمعني، بتعرف هلأ شو لازم تعمل؟ برأيي انساها لهالقصة وارتاح. انت بتكون مبسوط ونفس تنبسط وحفيدي رح ينبسط. كنا بالمشفى لما دقيت لي، نفس فقدت وعيها، فتت على البيت ولقيتها واقعة، قمت أخذتها بسرعة. دكتورتها قالت ما في مشكلة، قصص بالدم بس طبيعية، بس كمان قالت للحمل تبعك رح يكون صعب. إذا مو عاجبتك خدها لعند غير دكتورة، وقلت لك أنا جاهز لحتى ساعدك. ما بدي ضايق نفس لأنه بلشت تنزعج، بلشت ترتعب على قد مو شايفتني خايف. هي برأيها أني كتير متوهم. ما بتعرف، احتمال تكون هيك. ثواني بس. ايوه مصطفى. طاهر وينك لهلا ما اجيت؟ المفروض انك تكون وصلت قبلي. شوي وجاي. شو صار بقصتك؟ بصراحة وضع آسية مو عاجبني ابدا. تعال لهون وبنحكي على رواق. طيب ماشي. رح خليهم معي. ايه خليهم معك. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.